واللي مشينا لوم علي خليني في حالي ولفت وحداني. رهنا على الفصل الكسبان. مرحبا بكم في صال طعوم بلعنت، عودة جديدة ولكنها من أفضل العودات مع شخص يحبه الكثيرون. لا غير كده، من رواد كوكب السلطعون صراحة يا جماعة. ما حد سمع عن ميدان جنجون؟ واحد من البيونيرز بتوع كوكب السلطعون يا جماعة، العواميد الأساسية. اه والله الأعمدة الأساسية زميلي. زميلي كوكب السلطعون مثبت على أعمدة ثابتة راسخة في الأرض، بس لا يمكن هدمه، لا يمكن تفجيره، لا يمكن قصفه، لن يتكركر ولن يتلولو ولن يتزحزح ولن يتبعثر. معنا مين النهاردة؟ معنا ومعاكم الميجا ميجا فيجا شيجا ستار جنجون. تراك اسمه لالوم. لالوم اليوم شهادتنا مجروحة، بس احنا يوم ما جنجون بيحل علينا بنحط بنزين اصلا بيبقى الفول تانك يا زميلي 86، ويوم ما جنجون بيحن علينا بالتركية بيبقى من اعظم عظمات الكواكب. ده حقيقي. واليكم طب نقول لهم بس اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس وتروحوا على الانستجرام بس كده. عايزين تروحوا روحوا، مش عايزين تروحوا ما تروحوش، عايزين تعملوا سبسكرايب تعملوا، مش عايزين تعملوا ما تعملوش، انتوا حرين. ليه؟ لان احنا في عصر حريه. لا بس حاجة بس خلاص بس اتفضل يا دخلنا في تفاصيل. اليكم اول التفاصيل. جنجون خش عليهم يا مارد. فيديو برضه وكان قايل في الفيديو الالبوم هيبقى 8 تراكات منه متصورين. أوه. على ما انا فاكر 8 9 حاجه كده. نايتروج. استنى بس يا جماعه، كمان جنجون في تراك تاني منزله تمام، فان شاء الله نعمله. فسبسكرايب ابقوا معنا، تفعيل الجرس ابقوا معنا. الالكترو داخل شكله في حاجة وترية من عود او قانون. اللي مشي للوم علي خليني في حالي ولفت وحديني ويملي اللي فيها الحزن ما تمني خليهم يقولوا علي ما تمليش بالك قوليش كون لسالك واللي اديلك في زمن اللي داروا علي. زميلي بيقول لك اللي يمشي لا لوم عليه، يعني اللي يروح يروح اتكل على الله، واللي يمشي يمشي زي ده بعضه. ده الحاج عمرو، الحاج عمرو. لا بس استنى عشان التراكات دي جامده. اللي يمشي لا لوم عليه خليني في حالي ولفت وحداني ويملي اللي فيها الحزن ما تمني خليهم يقولوا علي ما تمليش بالك قوليش كون لسالك واللي اديلك في زمن اللي داروا علي. شامخ خشمي ما يديح من صغر سني ابي والدنيا تمني كل اللي وثقت فيه يطعنك حسبت وعشير من قلبي الغلط وما وش مني. حلو الكلام ده جدا، قلبي الغلط وما وش مني. الفلو او يعتبر بقى اللحن اللي بيمشي ليه الكلام حلو، حلو قوي جدا. والكلمات جداً. الكلمات حلوه، يعني طريقه السرد الكلمات عجباني. دي حته جنجون، حته جنجون من القدام. صراحه الظهر لا ليل واللي احنا شفناه كمان لك براني ولا براني. لا بس دي بعيده شويه عن براني. نفس الحقبه دي يا زميلي، يعني مع الحقبه. شامخ خشمي ما يديح من صغر سني تعبي والدنيا تمني كل اللي وثقت فيه يطعنك حسبت عشير من قلبي الغلط وما وش مني. بص بص دي معلش 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 معلش، حسبت عشيري طعني الدنيا تمني كل اللي وثقت فيه يطعنك حسبت عشير من قلبي الغلط وما وش مني جراحه خلته يغني. ايوه على الكلام، ابويا على الكلام. زراحه خليته يغني. ايوه بس خد بالك هو بيقولها ازاي.
اسمه بيتكلم بقى يعني. بص تحس دلوقتي ان هو بيتكلم بيحكي. الفيديو كليب فيه شوتس حلوه جدا. الليركس جامده، الليركس جامده جدا يا جدعان، ركزوا في الليركس. من قلبي الغلط وما هوش مني، جراحه خلته يغني، غدره وما كنتش مستني، قول كنت زي خلي دور سيجارو، جمرة دافي برد الليل، كل عبدو خنارو، كان سيجارو يواسي وماني متعين، وعليش هكسارو، ليش الحمل صار رزيل. معلش انا في حته عايز افهمها يا جدعان، معلش خليكم معايا فيها دي. لا سيبكم من التركشن، التركشن جامد كده كده. استني انا عايز افهم الكونسبت ده يعني، اللي قبل كده انا فاهمه. قول كنت راحو خليته يغني، غدره وما كنتش مستني، قول كنت زريق خلي دور سيجارو، جمره الدفي برد الليل، خلي يدور سيجارو، سيجارو جمره الدفي برد الليل. السيجارو ده اللي هو ليه هو يعني، خليه يدور سيجاره ليه هو، جمرة تطفي برد الليل، تطفي برد الليل يعني زي كأنه يعني يدخن في اه ان السيجار هو اللي بيونسه يعني آه. كل عبد خنار وكان سيجاره يواسي وماني متعين. هو ده بيحكي دلوقتي، هو يعني انت مع هو مع نفسه بقى، مع دخانه يواسي في يعني دخانه يواسيه كده، كل واحد كل واحد مع دخانه، مع دخانه يعني، كل واحد وسجارته بالظبط كده. لا تصبح عليها بسجاره ولا تصبح عليك بسجاره، كل واحد بقى ووحدته ودنيته يعني. ايوه يعني انا بتكلم كفكره، انا بتكلم ككنايه، ما اكيد هي الموضوع اكبر من كده، هي كنايات كلها ورا بعض. بس انا عايز اعرف المعلومه دي صح فعلا ولا يعني انا فاهمينها كده صح ولا لا. لا هي لف بالكلام، لف حلو. ليش هكسارو، ليش هكسارو، ليش الحمل صار رزيل، يغوروك يغارو، كل قليب انيبو والريك يسيل، اللي مشي للوم عليك خليني والله، ولفت وحدني ويمالي اللي فيها الحزن متمني، خليهم يقول علي ما تمليش بالي، قوليش كون لسالك ولي ديلك في زمن اللي دار عليك، ما هو مرض في القلوب. ودي 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 بقى ودي تتسلى انت. بص 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 الحبه اللي بيخش فيه تحس بقى الوقت الطلق. خش 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 خش، انا عايز النقل، عايز النقل. يقول علي يلا تمليش بالي، قوليش كون لسالك ولي ديلك في زمن اللي دار عليه، ما هو مرض في القلوب ما تلقاش طبيبه، كان ذريع نسيبه راضي بقسمي والمكتوب، غارب ولا مغلوب، الحرب ولا الهروب، في دنيا تملت عيوب وبنادم ليك تمعيبه، جيت في دنيا انا كافي الناس انويع، بين الشاري واللي بيع، توصل كام بالفريع، توصل تقريق الشيح، بعد ايش نستحفر لك بالشطيح، نستدنا تحكي لك بيش هداري، ما سمعت ايش سكر له ذيني، مولتو مولتو بيني، رفع راس اللي رفيني، جن ما يوفيش انت ركز. اهو 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 يطرح يطرح، استنى اهو جنجولة يا جدعان قدام الكاميرا، استنى لا لا غير كده، التراك ده لو متصور او الدور تمام كنت هتشوف قصادك ايش مازال، حرفيا كنت هتشوف قصادك ايش مازال، نفس الفايب، نفس الروح، نفس كل تراك بتراك، وكل تراك حلو لوحده، بس انا حسيت هنا التراكات دي جامده. ايه التراكات دي جامده، وغير كده هو مغير كام فلو يعني، مغير بالزبط. كام فلو لغايه دلوقتي، ثلاث فلوهات، الفلو الكورس، بعد كده الفيرس الاولاني في حاجه، وبعد كده بعد كده دخل ده يعتبر راب اولد سكول راب. ما هو مرض في القلوب ما تلقاش طبيبه، اسمع كان ذريع نسيبه راضي بقسمي والمكتوب، غارب ولا مغلوب، الحرب ولا الهروب، في دنيا تملت عيوب وبنادم ليك تمعيبه، جيت في دنيا انا كافي الناس انويع، بين الشاري واللي بيع، توصل كام بالفريع، توصل تقريق الشيح، اسمع الحته اللي جايه، نستحفر لك في الشطيح، نستدنا تحكي لك بيش، اسمع الفلو، ما سمعتش سكر له ذيني، مولتو مولتو بيني، رفع راس اللي ربيني، جن ما يوفيش انت ركز في المعاني، ومولى التاج عادي كده خلاني عاني، اللي مشي للوم علي خليني في حالي، ولفت وحداني ويا مالي اللي فيها الحزن ما تمني، واللي مشي بعدني علي ما تمليش بالك، قولي شكون. انا بحب يا اخي، بحب الجيتار اللي بيلعب دايما مع جنجول، ويا مالي اللي فيها الحزن حالي، اللي مشي للوم علي خليني في حالي،
ولفت وحداني ويا مليالي بها الحظ ما تمني واللي مشي بعدني علي ما تمليش بالك قوليش كون لسالك واللي ادالك في زمن اللي دار عليك خلي دور سيجارو جمرة دفي مرد الليل والعب دخول نارو كان سيجارو يواسيني عجمت الليل وليش كسارو ليش الحمل زار الزين يغوروك يغاروك الكليب انيب والريكيسين رهنا على الحصان الكسبان يا زميل رهنا على الحصان الكسبان طول عمر الحصان ده كسبان رهنا على الحصان الكسبان طول عمر الحصان ده كسبان جمرة الدم في برد الليل كل عبد خن نارو كان سيجارو يواسيني عتمة الليل وليش كسارو ليش الحمل زار الزين يغوروك يغاروك الكليب انيب والريك يسين وليش للوم عليك خليني بحالي ولفت وحداني ويا مليالي في هالحزن ما تمنيت خليهم يقولوا علي ما تمليش بالك قولي شكون اللي سالك واللي ادالك في زمن اللي داروا عليك ودي اديتك حته بس الكترونيك ماستر بيس ديك بقى حته ماستر بيس ملا جنجون يا اخي ملا جنجون يا اخي ملا جنجون يا اخي لا التراك ده يعني ماستر بيس من غير اي كلام فعلا هو ماستر بيس متكامل. انا خلي بالك انا شفت الفيديو شفت البرومو بتاع بتاع التراك ده على انستجرام كفيديو كنت قلقان سيك كنت قلقان لا اخفى عليك سر كنت قلقان مش عارف ليه بس فعلا التراك قلقك يا زميلي مش مبرر حلو حلو ذيس از جنجون لا التراك فعلا حلو قوي كل حاجه فيه حلوه جنجون لو قال يا ليل يا عين حلو فاكر احنا زمان كان حنجرته لوحدها تكفيه لا فاكر زمان احنا في المدرسه كده كان بيبقى عندك الباراجراف اللي بتكتبه بالانجلش ده في اخر كل امتحان ده ماده ايه ده يا زميلي انجلش انجليش قول طيب ايوه كان في باراجراف بتكتب بتكتب زي موضوع التعبير في العربي كده بيبقى اول حاجه يا زميلي انت غيرت لي المناهج مش مهم مش مهم تمام هو التراك ده عامل كده باراجراف 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 كل شابتر فيهم حكايه الحكايه لقيت ان هو منوع فعلا يعني التراك كله مش ماشي على مود واحد وحته الراب اللي في النص كفلو قاتله كفلو قاتلة. من جنجون وفي نفس الوقت كمزيكا المزيكا المزيكا جنجون عنده والتصوير الصراحه والتصوير حلو جدا التصوير الصراحه حلو حلو قوي جنجون عنده فكره ان هو يعني بيقدر ينقل الجنرا بتاعت المزيكا اللي هو بيلعب فيها يعني في تراكات كتير وبيعرف يلعب المزيكا وبيعرف ينزل بالمزيكا هو عنده بيحب يلعب هو بيحب يلعب في الموضوع ده ان هو يعلى وينزل ويعلى وينزل ويخش راب ويخش مش عارف ايه يديك الفايب اللي انت محتاجها يعني في حتت كده بس بتبقى نازله جدا بالزبط. لما تيجي بعديها طالعه انت من جواك بتبقى مبسوط فشخ ده حقيقي والفيديو معاك جدا الفيديو كمان حلو والله الفيديو حلو الفيديو ده فعلا يعني احترافي بس ممكن يكون احترافي. انا بالنسبه لي اللايتنج سيكا كان ممكن يظبط عن كده بس يعني لا الفيديو كتوتال حلو الفيديو كتوتال يعني كصوره وكديكور والحاجات دي كلها حلو الصراحه انا بالنسبه لي كمود غنى مع الصوره كانت راكبه فعشان كده حسيت ان الفيديو لا ان جدا حلو والله شابو 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 جنجون شابو الشباب اللي مع جنجون كلهم كل اللي ورا الفيديو ده الصراحه وعلى اللقاء في التراك الثاني ايوان فعال الجرس وقد نلقاكم من حلقه جديده من برنامجكم بلاك اند وايت كان معكم مستر دادي شاجي سلام.